في أسبوع الشهيد يستعرض اليمنيون في صنعاء مراحل صمودهم وثباتهم في وجه تحالف وحربه على اليمن ويتذكرون شهداءهم بمعارض مختلفة وبقوافل دعم لجبهات القتال معارض تضم صور شهداء اليمن في مواجهه حرب التحالف السعودي واخرى تحوي مراحل التصنيع العسكري اليمني اضافه الى مجسمات الانتصارات القوات المسلحه اليمنيه في جبهات الحدود. نحيد الذكرى هذه السنه لما لما قاموا به هؤلاء الشهداء من عزه وكرامه للشعب اليمني هم يقومون بحمايتنا ونحن هنا في امان. هكذا يحيي اليمنيون أسبوع الشهيد في إحدى عشرة مديرية في صنعاء وغيرها من المحافظات يتذكرون تضحيات شهدائهم ويوثقونها الشهداء العظماء هذا الذي قدموا أرواحهم في سبيل الله لنعش أو لنعيش في هذا المكان وفي هذا البلد العظيم براحة وإطمئنان وأدوا أو قدموا أرواحهم رخيصة من أجل هذا الوطن ومن أجلنا فنحن نحتفل بهم تكريماً لهم وتعظيماً لهم. لا يقتصر أسبوع الشهيد على المعارض بل يمتد إلى التركيز على أسر الشهداء ودعمها وتدريبها لإعالة أطفالها بعد أن فقدت معيلها في الحرب كما تقدم قوافل كبرى من الغذاء والسلاح وحتى من المقاتلين إلى الجبهات. أنا أم الشهيد لي رعايه صحيه معي سلات معي اخذت دورات سوارات اخذت دورات ثقافيه اخذت انا دور كل الدورات بس كل تركيزهم دحين ركزوا على اقول مؤسسه الشهداء تركز على الامهات والكل انا ام بس اسادي معهم اطفال هم الاهم على درب الشهداء شعار اليمنيين في أسبوع الشهيد للدفاع عن سيادة اليمن ولتحقيق النصر ودحر الغزاة كما يقولون احمد محمد زبيبه صنعاء الميادين